أهلا بكم من جديد. وضع باحثون يسعون للحفاظ على البيئة في الأردن جدولا زمنيا مدته 5 سنوات لإنقاذ نوع نادر من الأسماك المهددة بالانقراض. فما هي هذه السمكة وكيف يمكن إنقاذها؟ لنتابع. سمكة الأفانس العربية بحاجة لخطة إنقاذ. فالسمكة الصغيرة التي كانت منتشرة بشكل كبير في الأنهار والروافد على امتداد نحو 95 كيلومترا في المناطق المحيطة بالبحر الميت مهددة بالانقراض. يعرف هذا النوع باسم سمك الأفانس العربية، وهو أحد 3 أنواع من أسماك المياه العذبة المهددة بالانقراض بالأردن. وهذا النوع يعتبر من أسماك المياه العذبة الثانوية. لما نحكي أسماك مياه عذبة ثانوية، أي أنها انتقلت من أصول بحرية للعيش في المياه العذبة نتيجة للتحولات الجيولوجية. لم يتبقى لأسماك المياه العذبة إلا أمتار قليلة فقط من المسطحات المائية بمحمية فيفا الطبيعية في غور الأردن، تعد لتشبه بيئتها الأصلية من أجل إعادة إكثار هذا النوع وإنقاذه من تفتت موطنه الطبيعي. كان من الأسباب الرئيسية اللي هدت عليه، بالإضافة إلى سوء إدارة الوديان اللي مسؤولة عنها بعض المؤسسات لهذا الوادي، بتم التجريف وبتم استغلال المي بطريقة غير صح، بالإضافة إلى قنوات الصرف الزراعي اللي بتنزل فيها المي، برضو كانت من الأسباب اللي أدت إلى تهديد هذا. الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة اعتبر الاستغلال المفرط للموارد المائية وغزو أنواع من الأسماك المفترسة من أهم أسباب تهديد الأفانس العربي، وإعداد مواطن بديلة لنقله والسماح له بالتكاثر خطة 5 تأمل بإنقاذه ليعود مع عودته التوازن لبيئته الطبيعية.